لو سمحت منكم يا الربع. شفت يا طول العمر؟ لا لو سمحت. انا ما معي الا عصا ومكنسه مستخدم. هذا الحين اجي هنا خلاص. ما انا بفك يا الربع نصيحه للي عندهم برايم. ايوه. حد يسمعني؟ ثقفوا انفسكم. كل واحد يتكلم عنه. ثقفوا انفسكم. يا طول العمر. وجاوبوا اهل رجل البراد ولا حد يقلدني على رمعاتي ترى رمعاتي فيها توفيق يعني في كل شيء تعاني ورا رمعاتي ممكن ما يجي فيها تفوق 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 توفيق ما انا بفك عصا المكنسه والله انا عندي سر ان علمت بواحد منكم وانا بيرجع خليها بكره يلا قول والله ما عاد والله ما تقول خاب الساحل اسمه جيري قول قول سلطان ولا قول سعد بقول عليكم فقره الاسبوع بقوله من سبق لبك يلا والله صاير الاسبوع عنده سؤال عندي سر لكم في البرايم ترى اللي بدا بيرجع انت تدخل برايم دايخ وتطلع دايخ ما تدري ارجع اني ارجع لكن بعلمكم بسر لحد نقول رمعاتي غير انا من توفيق تراني لكن رايق وطلعت لكن شفت هو اثنين يحط يسار هات ولا هو اثنين لا ثلاثه هات تعالوا في الوسط اللي في الوسط ترى بيرجع والله قول سعود ما قال سعود ما قال رايتك صفرة صح قال الله يخليك ما قصر ها وش اسمه ذيق رايتك صفرة شو اسمه ذيق صفر من وجهك علي عج انا ايش كنت اقول تقول انه جاكم مطر ابن عمو ان شاء الله يراجع بكره لا قد عندي موضوع ثاني سؤال لكن ضيعت ما بقى عندي من كلها من